اليوم احنا صحينا الساعة 3:30 الصبح، كنا نايمين صحينا على صوت خبط بواب، ما لحقناش نوصل الباب. انا عندي 2 كفيفين ومحمد هو اللي بيشوف، كونه محمد هو اللي بيشوف كنا الاسرع انا ويانا نوصل الباب. كيف وصلنا الباب؟ الباب بنفجر على طول، ببلش اطلاق نار. يعني كلنا جيش حرامية زغران، ما عرفناش ايش، ما شفنا لهم جيش، كلهم ملثمين وبلشوا اطلاق نار. ضرب محمد رصاصة في راسه، ضرب رصاصة بالحيط، الثالثة بعرفش وين اجت، في ايده، في اجره، في وجهه، انهم سيطروا علينا. اطلعونا من الدار، حطونا في دار الجيران وسكروا علينا على الجيران 40 دقيقة، وهم رافعين اجرين محمد على المغسلة، رافعين اجريه ارتفاع متر تقريبا، ومخلين الدم يتصفى من راسه. قبل ما تأكدوا انه محمد استشهد، كسروا الدار واخذوا الجثة وظلوا طالعين. هذا كل اللي حصل. ابني عمره ما انطلب، عمره ما يعني ما انطلبش لتحقيق، لو انه مطلوب يوم بدخل معبر كلندي وبطلع كان اخذوه. بس هو بيحكي لمرة انه احنا بالغلط دخلنا. طب انت بالغلط، طب ليش ما تسمح للامبلانسات تدخل على البيت؟ الامبلانس العسكري اللي معك ليش ما سمحت له يدخل على البيت؟ ليش انت نفسك ما عالجت الولد؟ ضليتك طب ليش رفعت اجريه خليت تصفى دمه مثلا؟ 40 دقيقة واحنا محجوزين، واخذ الجثمان وطلعوا، ولحد الان فيش اي اخبار وقت ايش بدهم يسلمونا الجثمان، وقت ايش بدهم يجيبوه، ولا بنعرف وين راحوا فيه لحد الان. الحمد لله رب العالمين، ايش بدنا نحكي اكثر من هيك؟ رسالتي كوالد شهيد انه يصير في تحقيق دولي على الجرائم الاحتلال اللي بيسووها، ويكون في محاكم دولية كمان، وفي حماية دولية للشعب الفلسطيني ككل مش بس كابني. يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة للشهداء، رحمة للشهيد محمد إبراهيم شحام. يعني حقيقة ما حصل فجر هذا اليوم يشير إلى أن هذا العدو الغاصب هو متعطش الدماء، حيث ارتكب جريمة بشعة وإعدام مواطن بدم بارد، حينما يعني أقبل على اقتحام منزل والد الشهيد لعملية مداهمة وتفتيش. طبعا للأسف والد الشهيد هو طبعا لديه 3 من الأبناء، 2 منهم طبعا مكفوفين، الوحيد اللي طبعا مبصر اللي هو طبعا الشهيد محمد. صار الوالد والأشقاء أشقاء الشهيد لجوء إلى باب المنزل حينما سمعوا طبعا ضجيج الجنود. كانت الغلبة والسرعة لمحمد حينما يعني صار على التوجه إلى الباب، طبعا حينها تفاجأ بوجود عدد كبير من جنود الاحتلال، حيث أقبل أحد الجنود على رمي محمد برصاصتين مباشرات في الرأس من مسافة 0. فأنا بعتقد طبعا للأسف طبعا نتيجة هذا الصمت والتخاذل العربي والدولي إزاء ما يحصل لدى الشعب الفلسطيني والعديد والزيادة على حالات الجريمة والإعدامات الميدانية، زاد من هذه الإعدامات. لذلك أنا يعني أطلب وأناشد المجتمع الدولي والعربي بحماية هذا الشعب الأعزل، والكل يشاهد عبر صفحات التواصل وشاشات التلفاز حالات الإعدام المستمرة والمتزايدة أيضا في صفوف أبناء هذا الشعب الفلسطيني.